عطاري ابني لا تركش علي هلا عم ايه خليك شادد ايه علي مزيان علي شو بدك تحلي؟ لا والله انت اللي بدك تحلي قوم عمي قوم الله يرضى عليك رغرغ مي وملح ايه الله بدنا نكسب رفتك شوي رفقتي لوين؟ مغفر سمعوا مقدم فيك بلاغ كم يوم سمعوا؟ يا الله وسمع لي يا جودك في مذكرة احضار لحضرتك شو ها؟ احضار شو؟ القصة كلها قانونية وبالنظام وبالاصول تفضل وين رايح يا بي؟ يا بي مشان الله لك انت ما عاد استحيت على حالك لك سمعوا ما عاد استحيت على حالك تبع شو عم تحكي سمعوا ما عاد مشان الله تقلي لك يا عيني بعدك بعدك الله يرضى عليك طول السر روح على الجامع روح بدي روح عمي موسى عمي ليش عم تحامله ليش عم تحامله عمي طول بالك روح عمي على الجامع روح الله يرضى عليك سامك بعدين عصام عصام ما بدا بدلك يا عمي شوف شو عم يساوي فينا مشان الله والله فهمان ما بدا بدلك يا ابني الله يرضى عليك يلا روح على شغلك ابوك بيدبر حاله يا ابني روح لك شو هذا عصام بده كل خمسه لك يا عمي الله يعينه على عقله